السلام عليكم اعزائي متابعين قناه ربحك. عندنا لاول مره تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهارده يا شباب هنختار الفائزين بمسابقتنا على 200 روبل على 7 اشخاص. كل شخص هياخد الاول والتاني 40 روبل، والتالت والرابع 30 روبل، ومعانا 3 اشخاص كل واحد هيحصل على 20 روبل. ان شاء الله يا شباب اللي محتاج روبل او دولار على محفظة البير يكون من مصر مقابل فودافون كاش يقدر يكلمني على حسابي على الفيسبوك ونتواصل معايا على الماسنجر. هنيجي يا شباب هناخد طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا عندنا 165 واحد معلق على الفيديو. هناخد رابط الفيديو كده كوبي، وهنيجي على الموقع دوت بيطلع لنا الفائزين. هنحط هنا رابط الفيديو وهنعمل، هيقول لنا عندنا 154 متسابق. هنيجي من هنا يا شباب هنختار اول متسابق معانا. بسم الله، وينر استراتيجية الربح من الانترنت. اول فائز معانا يا شباب استراتيجية الربح من الانترنت، رقم المحفظة بتاعه اهو هناخده يا شباب كده كوبي وهنحطه هنا، وبعد الفيديو ان شاء الله هنرسل الجوائز. مبروك للفائز الاول. هنشوف الفائز التاني يا شباب معانا. الفائز التاني يا شباب اللغة مش عارف ايه، هو باين عليه هندي الله اعلم. هناخد رقم المحفظة كده، ومبروك للفائز التاني معانا. هنشوف يا شباب الفائز التالت. محمد محمود هناخد يا شباب رقم المحفظة اهو الفائز التالت معانا. هنشوف الفائز الرابع. بلاك رودر ولا رودر، مبروك للفائز الرابع معانا. هنشوف الفائز الخامس يا شباب. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ألف مبروك للفائز الخامس معانا. هنشوف الفائز السادس.
انيمي امي بيور، مش عارف الاسم برضو في اللغة الانجليزية مش كويس قوي. هناخد رقم المحفظة. كده يا شباب اخر متسابق معانا، منوعات وينر، منوعات. مبروك للفائز السابع. وبكده يا شباب يكون انتهت مسابقتنا، ومبروك للفائزين، وحظ اوفر للي مفاز معانا. ان شاء الله يفوز معانا في المسابقة الجاية بعد ما نوصل 500 روبل على 3000. ان شاء الله في مسابقة جديدة كل 500 مشترك معانا هنعمل مسابقة جديدة. تمام يا شباب، وبكده اكون انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.